شهيدتان. أثر القصف الهمجي بقذائف الهاون على درع البلد بتاريخ 8/6/2012، أكثر من 15 شهيد لم نستطع الوصول إليهم، وأكثر من 50 جريح بحالة خطرة. ما زال القصف مستمرا على درع البلد. أغلب الشهداء من الأطفال والنساء، قصفت منازلهم وهم آمنين. لم نتمكن من معرفة هوية الجثث بسبب الوضع الأمني وبسبب القصف العشوائي وإطلاق النار بشكل مباشر على المنازل وعلى كل شيء يتحرك في الشوارع.